وأخيرا جاءت اللحظة التي ينتظرها أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة لهذا العام، وقد ظهرت النتيجة لتبدأ ملامح جديدة في مستقبل أبنائنا. كيفية الحصول على النتيجة وكيفية أيضا تقديم التظلمات للمواد، وماذا عن تنسيق الجامعات وموعده؟ التفاصيل كاملة من خلال تغطيتنا. في البداية خلونا نذكر حضراتكم أن موقع صدى البلد بيقدم خدمة الحصول على النتيجة من خلال البحث عن الرابط داخل الموقع وكتابة أيضا رقم الجلوس ثم عرض النتيجة، ويجد الطالب النتيجة في شكل درجات وليس تقديرات، ويعرض أيضا اللينك درجات كل مادة من المواد المضافة وغير المضافة للمجموع والمجموع الكلي، وأيضا حالة الطالب إذا كان ناجح أو راسب أو له دور ثاني. أيضا من ناحية أخرى قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب تظلمات الثانوية العامة بعد 48 ساعة فقط من إعلان النتيجة، ويكون النظام ورقيا في الأماكن التي تحددها الوزارة بالمديريات التعليمية، وسوف يسمح للطالب بالاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم عليها. أيضا حددت الوزارة أو وزارة التربية والتعليم بأن رسوم تظلمات الثانوية العامة ستكون 200 جنيه للمادة، وتكون أيضا خطوات التظلم من خلال دفع رسوم نظام أو تظلمات الثانوية العامة التي تقدر ب 200 جنيه للمادة، وذلك من خلال منافذ دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة من خلال منافذ الدفع الإلكتروني الآتية كالبريد المصري وأيضا فوري وأمان وغيرها. أيضا الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة ظاهر على الشاشة والموجود أيضا على موقع صدى البلد، وتقوم بملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد التي تريد التظلم منها، ثم الذهاب لمقر التقدير المركزي بدون اصطحاب مدرس المادة، ولابد من الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع لأنه من يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى. تقوم أيضا بتقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر، وأيضا يتم كتابة ملاحظاتك وتوقع عليها. من جانبه يبحث المجلس الأعلى للجامعات الآن الاستعدادات النهائية لتنسيق الجامعات وانطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لعام 2023 خلال اجتماعه الدوري بجامعة مرسى مطروح. أما عن تنسيق الجامعات فتعتبر كليات الذكاء الاصطناعي وكليات الحاسبات والمعلومات أيضا هم الأكثر بحثا على جوجل حتى الآن، وبالفعل تستقبل كليات الحاسبات والمعلومات طلاب الشعبتين علم علوم وعلم رياضة، ولكن الشعبة العلمية الرياضية لديهم العديد من الأقسام مقارنة بالشعبة العلمية علم علوم. من شروط القبول بكلية الحاسبات والمعلومات أن يكون الطالب المتقدم حاصل على درجة الثانوية العامة من شعبة علم رياضة، وأن يكون أيضا حاصل على المجموع المحدد من خلال الكلية، ولا يتجاوز الحد الأدنى حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة الحديثة أي لهذا العام. تكون أيضا الأوراق المقدمة للكلية عبارة عن الشهادة الثانوية وإحضار 6 صور شخصية وأيضا صورة للبطاقة الشخصية، كما أيضا يجب على الطالب إحضار استمارة 2 جند وذلك من المكان المقيم به الطالب. جاء أيضا تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي لعام 2022-2023 لشعبة العلم علوم حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة حوالي 362 درجة، الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ حوالي 366 درجة، حاسبات وذكاء اصطناعي السادات حوالي 361 درجة، ذكاء اصطناعي المنوفية حوالي 360 درجة، حاسبات وذكاء اصطناعي بنها حوالي 360 درجة، حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغرداء حوالي 359 درجة، أيضا كلية حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان 358 درجة، وحاسبات وذكاء اصطناعي مطروح حوالي 357 درجة. أما لشعبة العلم الرياضة حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان حوالي 338 درجة، أيضا الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ حوالي 338 درجة، الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية 332 درجة، حاسبات وذكاء اصطناعي السادات حوالي 332 درجة، حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة حوالي 331 درجة، حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح حوالي 330 درجة. الحقيقة إنه بتتعدد أقسام كليات الحاسبات والمعلومات في الجامعات الحكومية، ومنها قسم نظم المعلومات الحيوية، ويوجد أيضا القسم بجامعة عين شمس ومجالات العمل به في المستشفيات الكبرى.
أما قسم نظم ومعلومات الجغرافية يوجد في جامعة القاهرة، وقسم هندسة البرمجيات ويكون أيضا متواجد في جامعتي حلوان وعين شمس. أما قسم بحوث العمليات ودعم اتخاذ القرار فيوجد هذا القسم في جامعات القاهرة والزقازيق والمنوفية، ويتواجد أيضا قسم الوسائط المتعددة بجامعتي أسيوط وبني سويف. أيضا قسم تكنولوجيا المعلومات يتواجد بجامعات القاهرة وحلوان والمنصورة والزقازيق والمنوفية وأسيوط وبني سويف والمنيا أيضا. أما بخصوص قسم نظم الحاسبات فيتواجد هذا القسم بجامعتي عين شمس وبنها، بينما يتواجد قسم الحاسبات العلمية بجامعات عين شمس وبنها والمنيا. وأيضا يكون قسم العلوم الأساسية بجامعات عين شمس والفيوم وقناة السويس. أيضا كليات الآداب من الكليات المستهدفة للطلاب، وأعلنت بالفعل الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب بجامعة القاهرة عن شروط القبول بالأقسام الداخلية للكلية لعام 2023-2024، والتي تتمثل في أن يكون الطالب من خريجي مدارس اللغة الفرنسية أو الدولية أو مدارس اللغات، ويقبل القسم حوالي 50 طالب على أقل مجموع اللغات الثلاث عن 80%، واجتياز أيضا الاختبار التحريري لغير المدارس الفرنسية. أما بالنسبة للطلاب الوافدين فقبول 20 طالب كحد أقصى بعد اجتياز الطالب المقابلة الشخصية للتأكد من أن مستوى الطالب في الفرنسي يسمح له بمتابعة الدراسة بالقسم. تقبل أيضا تحويلات الطلاب المستجدين بالفرقة الأولى الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2023 بنفس شروط الالتحاق بالقسم. مشاهدينا، هذه كانت أبرز المعلومات حتى الآن حول نتيجة الثانوية العامة. نتمنى أيضا التوفيق لجميع الطلاب، ونشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.